نتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى هذه المتابعة الخاصة بدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها في القمة العالمية الخاصة بالحكومات. سعادتك What do you want to see mature further as we seek to close the gap on climate change from ambition to action? كيف ترين طبعا هذه شكرا هذا من دواعي سروري ان اكون واشكر طبعا هذه القمة العالمية للحكومات ان تضع التغير المناخي وايضا مرة اخرى فان اجندة التغير المناخي منذ كوب 27 عندما وصلنا إلى مرحلة التطبيق إذا يجب علينا أن نبقي هذا الدفع لأن يعني نعمل مع بعض. نحن نتحدث عن التقنيات والتمويل الذي يجب أن يأتي معه أيضا الإمكانيات التي يجب تطويرها من خلال في هذه العملية وأجندة أخرى مهمة أيضا يجب أنت تعرض ذلك الميزان من كوب 27 مع ما يتحدث لدفع البرامج أيضا التي يجب أن نراها أكثر في كوب 28 وأيضا طبعا التأقلم العالمي 30 هناك 30 من المخرجات التي وصلنا إليها في كوب 27 لن نتحدث عن المخرجات 30 لكن سنتحدث طبعا بما يتعلق بالتمويل والخسائر ممكن دكتور سلطان عندما تحدث عن بالنسبة منتج منتدى في أبوظبي منذ شهر وقد أوضح بأن العالم متأخر تماما في تحقيق اتفاقية باريس إذا سنبدأ مرة أخرى لكن المنظور الذي نراه إليه النتائج ليست ونحتاج إلى التغيير وهذا ما تحدثت عنه في المخرجات في مصر. كيف يمكن قياس النجاح الذي وصلنا إليه وتطويره في كوب 28 يمكن طبعا نرى ذلك كيف يمكن أعرف مستوى التمويل الذي حصلنا ومصادر التمويل وكيف تم إنفاق هذه الأموال على مشاريع مهمة جدا وعامل مهم جدا أيضا الذي لم يحظى باهتمام كبير في مثل النقاش من بين أصحاب المصلحة وذلك مهم جدا لجلب من هم ليسوا موجودين في تلك العملية وأيضا علينا إدماجهم للمشاركة. إذن كما كنت في اجتماع مدير العام لكوب 28 السيد السويدي معالي السويدي إذن عملية كوب كانت في البداية في باريس مع تلك الاتفاق والدبلوماسية عملت بشكل كبير ونحن ننظر إلى هذه الفرصة للتغيير وكان متفاجئا من خلال السنوات التي مضت منذ باريس إلى يومنا هذا لكن تحدث عن في كوب 27 تلك النظرة في الإدماج وأيضا أصحاب المصلحة للقيام بالأعمال وتنفيذ المشاريع وهذه طبعا من يعني النقاط الإيجابية التي حصلت في مصر في كوب 27 لكن كيف يمكن للشركات أو الصناعة بشكل عام أن تتوافق مرة أخرى مع الرؤية العامة نقطة
يجب علينا أن ننظر إليها من خلال منظور استراتيجي. عندما ذكرت لك عند انخفاض طبعا الكربون وعندما نتحدث عن إدماج الآخرين، يعني علينا أن لا نترك أي أحد في الخلف. إذا علينا أن نري أولا ما هي الخطط المخططة أو الخطط، ونرى هذا في IPCC، ولا نقوم بأشياء تعطيها إيانا العلوم، وكيف يمكننا أن نقدم في العمليات، وكيف أن نستخدم التقنية من خلال الرقمنة أيضا عندما تصل بين الصناعة وطبعا اتفاقيات للاستدامة، فإن الشركات هي نفسها ستكون المستفيدة. إذن علينا أن يروا هذا التغير وذاك الانتقال. ومن ناحية الحكومات يجب أن تساعد وتعطي العون للآخر. بعد كوب 27 كنا ننظر كيف يمكننا أن نسرع الصناعة نحو طبعا مناخا أخضرا أو بيئة خضراء أكثر. نحتاج إلى محفزات، إلى طبعا تشريعات، ما نوع التمويلات التي نحتاج إليها، وكيف نصل إلى ذلك دون ضغوطات كبيرة ودون إملاء ما يجب التحدث عنه. إذا عندما نتحدث عن التقنيات والشركات، نحن نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات، بل بالأحرى تريليونات الدولارات. عندما نتحدث عن يعني مستوى الأموال التمويل هائلة جدا، وهذا أحد التحديات. كيف يمكن للدول أن تكون مساءلة في استخدام الأموال العامة في المساعدة في الشركات الخاصة أيضا والحصول على نتائج إيجابية؟ أولا يجب نتأكد من أن البنية التحتية تكون من أيضا لصالح العموم أو الناس، لأن في هناك مشاريع يتم تمويلها من البنوك، ولكن علينا طبعا تسريع ولقد ذكرنا بأن وصلنا إلى 42% من الطاقة المشتركة. إذن عليك أولا أن تقوم بتلك الإجراءات للوصول إليها، ثم عليك أن تنظر بالتخطيط إلى أشياء هي في غاية الأهمية للبيئة. عندما نحتاج إلى التأقلم طبعا، تخطيط في التأقلم، إذا ننظر كيف يمكن أن نقدم من التمويل، ولكن أيضا النظر في المشاريع التي تكون لديها إيجابية، وهذا يحتاج إلى تنسيق كبير جدا من أصحاب المصلحة. إذا نحتاج إلى العديد من السنوات لكي يدرك جميع أصحاب المصلحة والشركاء كيف يمكن قياس ذلك وفهم ذلك. إذا تعتقد من هذا طبعا التزام أو عمل مشترك ما بين أصحاب المصلحة، قرينا ذلك من خلال عملية أو أعمال كوب 28، ويجب أن تستمر. وأظن بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد من خلال أسبوع الاستدامة في أبوظبي، عندما تحدثوا عن البيئة، وأيضا من خلال
القمة العالمية للحكومات. إذن يجب أن نبكي على هذه الوتيرة، لأن كوب 28 سيكون ناجحة من خلال النقاشات المشتركة، وأيضا من خلال العديد من الاجتماعات بين أصحاب المصلحة. وأن يكون عندما خططنا لكوب 27 فقد اعتمدنا على كوب 26، ولكن عليك أن تدرك من أين ننطلق حيث انتهى الآخر. إذا بالنسبة ليوم الشباب، يوم المساواة بين الذكور والإناث، وأيضا الجندر، ويجب أن يكون هناك نقاشات كثيرة فيما بين أصحاب المصلحة. إذا من خلال نقاشنا المقتضب هنا، لقد تحدثت فيما يتعلق مع رئاسة مصر لكوب 27، وربما بالتعاون مع الجزء الجنوبي من الكوكب يكون انسجام أكثر. أريد أن أتحدث عن تلك فكرة إدماج الآخرين. إذا كثير من الكوب 27 تم وصفها بأنها كوب أفريقيا بسبب أيضا أزمة الطاقة، لكن 600 مليون شخص ليس لديهم وصول إلى الطاقة أو الكهرباء. كيف يمكننا أن نرى هذا الانتقال من الكربون إلى الصفر؟ لكن هذا الانتقال نحتاج إلى أن تصل الطاقة إلى الكثير من الأشخاص للكرامة الإنسانية أيضا. هذا سؤال صعب الإجابة عليه، لأن لو كنا استطعنا أن هذا إيجاد جوابا منذ 8 سنوات أو 10 سنوات منذ اتفاقية باريس، قد تكون الأمور أفضل اليوم. لكن شيء مهم جدا بالنسبة لميز التوازن، أن إخراج الناس من الفقر المدقع إلى هذا التغيير، هو تغيير الاستراتيجيات وكيفية التعامل مع أطراف المتعددة. إذن يجب أن نتحدث عن الجزء الجنوبي من الكوكب والجزء الشمالي من الكوكب، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي السياسي، لكن كيف يمكننا التحدث عن الإنسان كي يكون في صلب الموضوع. وحاولنا أن نتحدث عن ذلك في كوب 27 من خلال المناطق الخضراء. إذا يجب أن نتحدث عن تعدد الأطراف، يجب أن طبعا ننظر إلى الشركات التي تعمل out of poverty. For example, a very good example of that, those living as farmers in the rural communities. If you are able to bring them out of poverty, تستطيع أن تخرج الناس من الفقر المدقع بإعطائهم ربما عملا معينا في الزراعة كمزارعين، وطبعا أنت تساهم في ذلك الانتقال إلى الطاقة الخضراء. لا يمكن أن تزدهر هذه الأمور وأن يكون لديهم نتائج دون تغيير النظام للأطراف المتعددة، وأيضا أن يكون هناك أهداف تنمية مستدامة مع تعمل بنفس الوقت مع يعني التخفيف من التغير المناخي. بغية الدفع الإنسانية إلى مستويات أفضل والحفاظ على الموارد الطبيعية أيضا. إذن هناك في الأجندة الأطراف متعددة، هل ترين أن هناك طبعا فرص لإيجاد أو رؤية تغير في تلك الفلسفة؟ إنه من الصعب في مكان أن يتم ذلك التغيير في سنة، لأن وفي التعامل مع أهداف التنمية
إذا استطعت في الـ MDBs كيف يمكن مثلا مجموعة البنوك المهتمة بالتنمية على مستويات متعددة. نحن ننظر إلى الحالة الاستراتيجية فيما بين الشمال والجنوب. إذا نظرنا إلى ذلك يمكننا أن نصل إلى أمور كبيرة فيما يتحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم العربي وإفريقيا أيضا. ويمكن أن نصل نقوم بذلك في كوب 28. أتحدث حول تلك الفكرة للإدماج. إذا من الذكريات التي أحملها من كوب 27 عندما تنتقل من منطقة إلى منطقة أخرى تدق الباب ثم تفتح طبعا سيدة تفتح وتتحدث عن وتحتفل بدور الشباب أيضا وسيدة التي قمت. إذا رسم هذه الصورة التي قامت بها السيدة ولذلك تم فازت طبعا الإمارات العربية المتحدة في يعني كأفضل بلد لتمكين الشباب والنساء. ماذا يعني ذلك بالنسبة للمنطقة لتحدث عن الشباب فيما يتعلق بالتغير المناخي؟ الشباب في غاية الأهمية لأنهم اللاعبين الأساسيين في التغيير. في كوب 27 عندما تحدى المبعوث الأول من الشباب وهذا الذي قام به الرئيس المصري وليس فقط على المستوى اتخاذ القرار بل هم الشباب. وإذا أن يكون هناك الشباب مشتركين ولهم دور مع النساء فيما يتعلق بمستقبل. إذا لا يمكن أن نفكر فقط من الجانب المالي والجانب مثل البنوك وغيرها والتقنيات. إذا لم نأخذ معنا هؤلاء الشباب المستقبل. وأعتقد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمامها بالشباب كصلب طبعا التطور وهذا سيكون في غاية الأهمية لكوب 28. وقد فكر كان هناك يعني تحديث عن هذه التغييرات. سعادتك أريد أن أعطيك آخر كلمة. هنا لدينا طبعا إذا كنت تعطي مسؤوليات في محادثات كوب 28 إن كنت تعطي مسؤولية ماذا كنت ستعطيهم من مسؤولية لنكمل هذه الرحلة؟ إذا أن يكون هناك التزام هناك مثابرة وعمل جدي وجاد والعلوم أيضا. إذا للمتابعة في هذا أن يكون هناك نساء وبنات لأنهن سيقمن بالتغيير الكبير تغيير كبير. السيدات والبنات ستعملن وستفزن لأن كنا نساء وبنات وستتحدون طبعا هذا التغير المناخي وتجدون الحلول وتجدنا الحلول. شكرا أود أن نشكر السيدة معالي الوزيرة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد من جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام الجلسة الخاصة بدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول مشاركتها في قمة الحكومات المنعقدة حاليا
في دبي، وتحدثت بالطبع عن انعقاد المؤتمر الذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي حول كوب 27، وكذلك تنظيم دولة الإمارات الشقيقة لكوب 28 وأبرز المستجدات، وكيف يتم البناء تحديدا على عدد من الملفات التي تم إطلاقها في كوب 27 في مصر في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقضي، وكيف سيكون هو الحال في مؤتمر كوب 28، وكيفية الرؤية المصرية في التعامل مع قضايا المناخ بشكل عام على هامش القمة الخاصة بالحكومات المنعقدة حاليا في دبي. نتابع بعض المعلومات الخاصة